السلام عليكم. اول حاجه كنشكر بعدا السلطات اللي بذلت مجهود كبير على انجاح هذه السهرات، وتحيه خاصه للجمهور اللي ساندنا باش حنا وصلنا لهذا الشيء. وحنا المهم كيف ما كيقولوا درنا دفعنا الكمال لله الحمد لله، حتى لا قلبتي على راسك غتوصل واحد النهار، الا بقيتي محدود وكتبع ما كتقلبش على راسك غتبقى فهمتيني غتبقى محدود. الحمد لله حنا حاولنا نبحثوا حاولنا نقلبوا على روسنا والله جاب التيسير في الاخر وشكرا. العبيدي محمد ميوزيسيان، كاين حنا خمسة الناس في لجنة التحكيم، ومن بعد المهم الجروبات وداك الشيء كيصيفطوا دوسيات وهذا والمسائل، وكيعمروا واحد 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 الخانة اللي فيها واحد الأسئلة وداك الشيء والمسائل، ومن بعد كيديروا ليستوار ديالهم، ومن بعد كيصيفطوا لنا الموسيقى ديالهم، واش فهمتي؟ المهم كاين حنا خمسة الناس اللي كنسيليكسيونيو كنديروا كتسمى البري سيليكسيون. البري سيليكسيون كنحاولوا نفرقوها في بزاف ديال الستيل، روك فيوزيون شعبي اولا الا كانت غدات شي كاتيجوري اخرى، فهمتي؟ كنحاولوا نفرقوها باش نفرقوا كل ستيل بوحده. من بعد كتبقى كل واحد ولا بيرفورمانس ديالو، ولا بيرفورمانس ديالو سور سان، تقصدي ماشي زعما كاين شي جروب احسن من الاخر، لا، حنا كلجنه التحكيم عندنا واحد المعايير اللي خصنا نختاروا، زعما اللي شي جروب اللي زعما اللي هو غادي 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 يحترم اللي غنسميو حنايا لي زاغ دو سبيكتاك، غيحترم واحد القوانين اللي غيكونوا في لاسين اللي غادي تعطي بنادم كثر، واش فهمتي؟ حنا عندنا واحد الخانه كنعمروها كنعطيو واحد النقطه ومن بعد كنذاكروا حنا بيناتنا كاملين وكيكون فائز، ولكن بالنسبه لينا كلهم فائزين. من بعد كاين سيونس ديال لونجيسترمون في ستوديو، صدير هذاك الجروب كيمشي للستوديو بروفيسيونيل مع واحد الناس اللي هما بروفيسيونيل اللي كيسجلوا لهم واحد المورسو ديالهم، فالمهم تراك وكليب ديالو على حسب، لا على حسب المهرجان، على حسب جوار طالت. السلام عليكم، معكم عماد من لو جروب ايوايغا. اليوم حصل لنا الشرف اننا غناخذوا لو بريمير بري في فيستيفال جوارا تالنت، اللي صراحه عطاونا الفرصه اننا نلعبوا في دي كونديسيون اللي واعرين. فرانشمون كنصح كاع الشباب اللي عندهم موهبه، اللي عندهم دي جروب، اللي عندهم اون كارير هكا ارتستيك، يشاركوا في هذا الفيستيفال لان فريمون اوريجينال وعنده بزاف ما يضيف لك في تا كارير. يا كيصفطنا بحبيبنا وعزيزنا جلاله الملك محمد الثالث، هذه اجواءنا احنا جديدة. بطبيعة الحال انا ولد جوهرة، ولد جوهرة طالنت، ولد جوهرة بديت معاهم العام الاول. المهرجان غادي وكيكبر، المهرجان غادي والصيت ديالو كيبيع، ما بقيناش غير حدنا جديدة، ماشي غير حدنا المغرب، ماشي غير حدنا لافريك، فالحمد لله مهرجان جوهرة اليوم كيتصنف المهرجانات العالمية. دونك هادشي راجع للمستشارين، راجع لواحد الستاف كبير كيصار على هادشي هذا. كمتتبع جوهرة طالنت بيان سور كتكون هي نقطة الانطلاق ديال الإنسان فنان، إنسان عطاه الله واحد الموهبة يمكن هو ما عارفهاش، جا جربها وصدقات ولا زاد تأكد على أنه راه بالفعل عنده شي حاجة زايدة، وعدد من الناس كانت الانطلاقة ديالهم هي جديدة. دونك اللي عنده شي موهبة مرحبا بك جوهرة طالنت ولا في أي مهرجان ديال المواهب، لأن الانطلاقة الحقيقية كتكون قدام هاد الجمهور هذا. شكرا للأشواق. السلام عليكم، معكم ادم بلندي من مكناس. بون ما كتبش عليكم، كنحس بالفخر حيت باش تبريزونتي مدينتك وتبريزونتي الكاتيجوري تاع الراب في فيستيفال بحال هكا، صافي فريمون بليزير. الحمد لله كان التجاوب من عند الببليك وداك الشيء كان مزيان،
بيس رضوان اكس ار من جروب دابا ديال بلاندي. المهم هاد ليديسيون كانت واعره مزيانه، استفدنا منها بزاف ديال الحوايج، سورتو مع الكونتاكت مع البيبليك، الفيدباك ديال البيبليك، داكشي اللي داز صراحه واعر، كانوا من احسن لي شو اللي دازو. كنتمنى نعاودو ان شاء الله هادشي كامل مره اخرى.